واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عاكفين قال أفرأيتم وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الأرض